بالطبع كلنا رأينا الكعك الإسفنجي أو الكيكة الإسفنجية، لكن هنا شاهدوا كيف يتم تحضيرها. بداية يتم وضع ورق الزبدة على هذه القوالب الحديدية. الآن يتم وضع طبقة الكرتون الحراري هذه أسفل كل قالب حتى يجلس عليها الخليط الخاص بالكيك. بعد ذلك يتم وضع هذه القطعة من الحلوى أسفل كل قالب والتي ستزينه بعد أن ينضج. الآن يقوم هذا الشيف بجلب الخليط الخاص بهذا الكيك ويقوم بصبه داخل القوالب. بعد الانتهاء يقوم بصب المياه أسفل كل صينية حتى يقوم بوضعها بالفرن لنتابع كيف ستنضج. الآن يقوم هذا الشيف بتدوير قوالب الكيك حتى تنضج من جميع الجهات. بإمكانكم أن تشاهدوا هذا اللون الذهبي الجميل بعد أن نضج الكعك وكيف أصبح شكله. الآن وبكل سهولة يتم إنزال كل قالب على حدة وفرده بهذا الشكل كما ترون. بعد ذلك تقوم هذه الفتاة بطباعة هذه الرسمة باستخدام هذه القطعة الحديدية الساخنة، ومن ثم يتم تجهيز الكيك وتغليفه لبيعه. لنتابع معا. لنتابع هذا الشيف والذي يقوم بخلط هذا الخليط الخاص بالبانكيك ويقوم بوضعه على هذا الصفيح الساخن إلى أن ينضج. الآن يتم قلب هذا البانكيك على الوجه الآخر ليتم إنضاجه بشكل كامل. ما رأيكم بهذا المصنع العملاق لصناعة البانكيك؟ بداية يتم إنزال هذا السائل الخاص بالبانكيك على هذه الصفائح والتي ستكون ساخنة بما فيه الكفاية حتى ينضج هذا الخليط.
هنا وبعد أن ينضج البانكيك على الوجه الأول يتم قلبه على الوجه الثاني، وبعد ذلك يتم إنزاله على آلة النقل. الآن يتم نقل البانكيك إلى آلة الحشو، حيث يتم وضع الشيكولاتة والكريمة، وبعد ذلك يتم وضع طبقة أخرى من البانكيك على الطبقة التي تم وضع الحشو بها، وبهذا نحصل على هذا الساندويتش اللذيذ من البانكيك. لنتابع معا هذه الآلة لصناعة قوالب البانكيك. بإمكانكم أن تشاهدوا هنا كيف تعمل هذه الآلة بكل احترافية. بعد ذلك يتم جلب قطعة البانكيك وحشوها بهذه الطريقة ووضع قطعة أخرى، وبعد ذلك يتم صفه حتى يتم بيعه على هذا الشكل. يمكنكم رؤية هذا الشكل اللذيذ للبانكيك. ركزوا جيدا، بعد أن يتم إخراج هذا البانكيك تقوم هذه القطعة بتنظيف مكانه، وبعد ذلك يتم وضع الخليط مرة أخرى حتى ينضج فوق هذه الصفائح الساخنة. لنتابع معا. ولا نترككم مع جولة في هذا المصنع الرائع، وأتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وإن كان كذلك لا تنسوا وضع زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.